بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لاحظ معي المثال التالي. كلاس بين، احنا عرفنا كلاس للغة وعرفنا فيها الخاصية color، عرفنا فيها right. الآن الشيء اللي أنا أبغاك تلاحظه إنك أنت بالطريقة هذه قلت للغة ترى في نوع اسمه بين. طيب بالنسبة لنا الكلاسات أنت توصف حاجة واقعية، يعني احنا اول كنا نقول الفئة انسان، الفئة حيوان، الفئة نبات. انت الان تقول له ترى في نوع بيانات جديد، يعني الكلاسات اللي نوع البيانات الجديد في اللغة. طيب ايش هي الانواع اللي انا اقدر اضيفها؟ اي نوع، حتى لو يكون مرتبط بالحياة الواقعية، ممكن نضيف جوال، ممكن نضيف اي حاجة، بس وصفه للكمبيوتر، وصفه في البلوك حق كلاس. طيب الان تعرفت النوع، كيف استخدمه؟ احنا قلنا مثلا لو عندي var او val يساوي 50. الآن هذا متغير نوعه إيش؟ انتجر. مو طيب، يعني هذا val من الكلاس انتجر، إحنا نبغى نعرف متغير من الكلاس بين. طيب فنكتب مثلا val 2 يساوي، تكتب كلمة new، بعدين أكتب اسم الكلاس وحط القواس هذه وحط فاصلة. طيب حنجي نفهم إيش معنى هذا الكلام. انت الان تقول له انشئ خل او انشئ متغير اسمه val2 نوعه بين، نوعه بين. طب ايش معنى كلمة نيو؟ كلمة نيو معناها خذ نسخة من محتويات الكلاس هذا وخزنها في val2. النسخة هذه، هذا الاصل، الان الكلاس يعتبر الاصل. النسخة اللي تأخذ من هذا الكلاس نسخة، يعني إيش معنى نسخة؟ إيش نقصد بنسخة؟ إنه يأخذ المتغير هذا ومجازاً حنقول يأخذ الدالة هذه، يعني يأخذ محتويات الكلاس هذا ويحطها فين؟ يحطها بداخل مين؟ بداخل val2. فكلمة new تقصد خذ نسخة جديدة من بين وخزنها هنا. بالطريقة هذه أنت كأنك تقول للغة ترى val2 هو عبارة عن متغير نوعه بين. انت اول قلت val هو عبارة عن متغير نوعه انتجر لما حطيت القيمة. هنا في الكلاسات عشان اخلي متغير يكون من نوع احد الكلاسات لازم استخدم كلمة new. new يعني خذ نسخة. لاحظ حطينا اسم الكلاس وحطينا قوسين زائد دالة وحطينا فاصلة منقوطة. الان هذا val2 يعتبر object. val2 يعتبر object من الكلاس بين، وهذا الفرق بينه بين الكلاس وبين الأوبجكت، إن الكلاس يتصلح مرة واحدة بس، وإن الأوبجكت أكثر من مرة. لاحظ الآن ممكن أنا أسوي val3 وأكتب new بين. لاحظ الآن أنا كده سويت أوبجكت ثاني، معناته الأوبجكت عشان نفرق وعشان نشيل اللبس، الأوبجكت هو عبارة عن نسخة من الكلاس. الآن val2 فيها نسخة من الكلاس بين، وval3 فيها نسخة من الكلاس بين، بس ما لها صلاح ببعض. ايش نقصد بنسخة؟ يعني val2 بداخله المتغير color، بداخله الدالة right، وval3 بداخله المتغير color وبداخله الدالة right، بس عفوا ما لها صلاح ببعض. الان احنا انشأنا المتغير، طب كيف نستخدمه؟ حنتعرف على هذا في موضوع اخر ان شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.